الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله حي على الصلاه حي على الصلاه حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا آج جن صحابہ کا میں ذکر کروں گا ان میں سے پہلا نام ہے حضرت صاحب بن عثمان رضا عنہو ان کا تعلق قبیلہ بنو جمعہ سے تھا اور آپ حضرت عثمان بن رضی رضا عنہ کے بیٹے تھے

وهو من بني جمح واسم أبيه عثمان بن مذعون واسم أمه خولة بنت حكيم أسلم أول الإسلام وهاجر مع أبيه وعمه قدامة وعبد الله إلى أرض الحبشة في الهجرة الثانية وبعد الهجرة إلى المدينة أخى النبي صلى الله عليه وسلم بين السائب بن عثمان وبين حارث بن سراق الأنصاري

استعمله النبي صلى الله عليه وسلم على المدينه في غزوه بواط التي وقعت في السنه الثانيه للهجره والتي كتب ميرزا بشير احمد عنها ما مفاده في اخر شهر ربيع الاول او في بدايه ربيع الثاني بلغ النبي صلى الله عليه وسلم خبر من قريش فخرج في جماعه من المهاجرين من المدينه واستخلف عليها السائب بن عثمان بن مذعون ولكن قريش لم يعلموا فعاد بعد بلوغه بواطا وبواط هو جبل قبيلة جهينة على بعد ثمانية وأربعين ميلا من المدينة شهد السائب بن عثمان معركة اليمامة التي وقعت في الثانيه عشره للهجره في عهد ابي بكر رضي الله عنه واصيب فيها بسهم ادى الى استشهاده وعمره يومها بضع وثلاثون سنه

حليف بني ساعدة وهي قبيلة سعد بن عبادة الحليف هو من كانت بينه وبين حليفه اتفاقية يلتزم بمقتضاها كل بمساعدة الآخر كلما دعت الحاجة كتب العلامة ابن الأثير في أسد الغابة ليس في اختلاف لأن بني طريف بطن من بني ساعدة شهد ضمر بدرا وأحدا واستشهد يوم أحد آج نے آپ کا نام سعید بن سہیل بیان کیا ہے سعد غذبۂ بدر شریک ہوئے آپ کی ایک بیٹی تھی جس کا نام حضی تھا ان کا ذکر اتنا ہی ملتا ہے پھر حضرت سعد بن عبید ہیں صحابی جو بدری صحابی تھے ان کا ذکر کرتا ہوں حضرت الانصار وقيل اسمه سعيد بن سهيل، شهد بدرا وأحدا وكانت له بنت تسمى هزيلة، لا يوجد له ذكر إلا هذا، ثم الصحابي سعد بن عبيد رضي الله عنه الذي كان من أصحاب بدر شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم بدرا واحدا والخندق وباقي الغزوات قيل اسمه سعيد وكان معروفا بلقب القارئ وكنيته ابو زيد وهو من الاصحاب الاربعه الذين جمعوا القران من الانصار في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وابنه عمير بن سعد كان اميرا على بعض مناطق الشام وفي رواية أن سعد بن عبيد رضي الله عنه كان إماما في مسجد قباء في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي عهد أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أيضا، واستشهد سعد بن عبيد رضي الله عنه في معركة القادسية في السنة السادسة عشرة للهجرة. وكان عمره يومها 64 عاما. وروى عبد الرحمن بن ابي ليلى ان المسلمين انهزموا في معركه الجسر التي وقعت في العام الثالث عشر للهجره وشهدها سعد بن عبيد فقال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه: هل لك في الشام لعل الله ان يمن عليك بالشهاده فان المسلمين قد نزفوا به وان العدو قد ذئروا عليهم ولعلك تغسل عنك الهنيهه هذا ما قاله عمر رضي الله عنه لسعد بن عبيد لان في موقعه الجسر لقي المسلمون خسائر فادحه فقال عمر رضي الله عنه إن كنت تريد أن تغسل عنك الهنيها فعليك بالشام التي يجري فيها القتال فقال سعد لا إلا الأرض التي فررت منها أي لن أذهب إلى مكان آخر بل سأذهب إلى الأرض التي عدت منها خاسرا والعدو الذين صنعوا بما صنعوا يعني انتصروا عليه قال فجاء إلى القادسية واستشهد فيها أثناء القتال قال عبد الرحمن بن عبيد أبو ليلى حين جاء سعد بن عبيد إلى القادسية خطبهم فقال إنا لاقوا العدو وإنا مستشهدون فلا تغسلوا عنا دما ولا نكفن إلا في ثوب كان علينا كنت قد بينت بعض تفاصيل موقعة الجسر في إحدى خطبي السابقة، وأذكر بعض التفصيل الآن. كما قلت، وقعت معركة الجسر في الثالثة عشرة الهجرية على ضفة نهر الفرات بين المسلمين والفرس. كان قائد جيش المسلمين أبا عبيد الثقفي وقائد جيش الفرس بهمن جاذويه وكان عدد جنود المسلمين عشره الاف بينما كان جيش الفرس مؤلفا من ثلاثين الف جندي وثلاثمائه فيل كان بين الجيشين نهر الفرات الذي منعهما من الالتحام لفتره ثم تم بناء الجسر على الفرات باتفاق الفريقين وبسبب هذا الجسر سميت هذه المعركه بمعركه الجسر

وشن الهجوم على جيش الفرس. استمرت المعركة على هذا النحو لبعض الوقت، ثم رأى بهمن جاذويه أن جيشه يكاد أن يتفرق ويتخلف، فأمر أصحاب الأفيال بالتقدم بحيث انشقت صفوف المسلمين وبدأ الجنود يتفرقون، فأمر أبو عبيد المسلمين بالهجوم على الأفيال وبقطع خراطيمها وبعد ذلك تقدم ابو عبيد بنفسه وهجم على فيل وقطع خرطومه وحين راه الجنود الاخرون تقدموا للقتال وقطعوا خراطيم العديد من الافيال وقتلوا اصحابها حدث ان تصدى ابو عبيد لفيل فقطع خرطومه ولكن الفيل داسه مما ادى الى استشهاده وبعد مقتل أبي عبيد حمل راية المسلمين سبعة أشخاص واحدا تلو الآخر وكان الثامن المثنى بن حارثة الذي حمل الراية وأراد شن هجوم شديد ولكن صفوف الجيش الإسلامي كانت قد انشقت وبدأ الجنود يهربون هنا وهناك بعد أن رأوا مقتل سبعة من قادتهم وقفز بعضهم في النهر وقاتل المثنى واصحابه بكل شجاعه حتى اصيب المثنى بجروح فعاد عابرا نهر الفرات لقي المسلمون خسائر كبيره في هذه المعركه واستشهد اربعه الاف جندي من المسلمين وسته الاف من الفرس وبدات هذه الحرب لان الفرس كانوا يهاجمون المسلمين مره بعد اخرى فمن أجل صدهم أذن بالحرب ثم الصحابي سهل بن عتيك وقيل هو سهيل واسم أمه جميلة بنت القمة. شهد سهل بيعة العقبة الثانية مع سبعين من الأنصار شهد بدرا مؤحدا ثم الصحابي سهيل بن رافع رضي الله عنه وهو من بني النجار والأرض التي بني عليها المسجد النبوي كانت ملكه وأخيه سهل رضي الله عنه اسم أمه زغيبة بنت سهل شهد سهيل بدرا وأحدا والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوفي في عهد عمر رضي الله عنه

عندما دخل الرسول صلى الله عليه وسلم المدينه تلهف الجميع لنيل شرف استضافته واثناء مرور بعيره على الدروب كانت القبائل تصطف لاستقباله ويقولون هلم الى العدد والعده والسلاح والمنعه كانوا يعرضون بيوتهم واموالهم وانفسهم لاستقباله وحمايته وأظهر الكثيرون حماساً وحمية ولهفة بالغة، فكانوا يستقبلون الناقة ويأخذون بعنانها، ويصرون أن يتراجل الرسول صلى الله عليه وسلم عند أبواب دورهم ليدخلها فينال شرف استضافته، ويرفض الرسول صلى الله عليه وسلم بكل أدب قائلاً: دعوها فإنها مأمورة، أي ستجلس او تتوقف حيثما شاء الله تعالى واخيرا توقفت الناقه عند موقع يخص يتيمين من بني النجار فقال الرسول صلى الله عليه وسلم هذا المنزل يبدو ان الله تعالى يريد ان نقيم هنا ثم سال لمن هذه الارض كانت ليتيمين فتقدم كافل اليتيمين وقال هذا المكان لفلان وفلان وهو لتستخدمه فرد الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه لن يقبل المكان مجانا فتم الاتفاق على الثمن وقرر الرسول صلى الله عليه وسلم ان يبني في هذه البقعه مسجدا وبعض البيوت كتب ميرزا بشير احمد رضي الله عنه تفصيل ذلك في سيره خاتم النبيين رضي الله عنه فقال أول أمر قام به النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة كان تعمير المسجد النبوي. والمكان الذي بركت فيه ناقته صلى الله عليه وسلم كان ملكا لطفلين يتيمين من المسلمين هما سهل وسهيل اللذان كانا في كفالة أسعد بن زرارة رضي الله عنه. هذا المكان كان غير معمور ومهجورا تماما وكان في أحد جوانبه بعض أشجار النخل وفي ناحية أخرى بعض الأنقاض أي البيوت المنهدمة اختارها النبي صلى الله عليه وسلم لبناء المسجد وحجراته وتم شراء هذه الأرض مقابل عشرة دنانير وبدأت أعمال بناء المسجد النبوي بعد تسوية الأرض وقطع الأشجار وفي رواية أن سيدنا أبا بكر رضي الله عنه دفع ثمن هذه الارض، ووضع النبي صلى الله عليه وسلم حجر الاساس بالدعاء، وعمل الصحابه بناة وعمالا كما فعلوا في بناء مسجد قباء من قبل. احيانا كان النبي صلى الله عليه وسلم ايضا يشاركهم بنفسه النفيسه. وأحيانا كان الصحابة عند حمل اللبن يرددون شعر عبد الله بن رواح الأنصاري هذا الحمال لا حمال خيبر هذا أبر ربنا وأطهر أي هذا الثقل ليس كثقل متاع التجارة الذي يأتي محمولا على الأنعام بل هو ثقل التقوى والطهارة يا ربنا ونحمله ابتغاء مرضاتك واحيانا كانوا اثناء العمل يرددون شعر عبد الله بن رواحه اللهم لا عيش الا عيش الاخره فاغفر للانصار والمهاجره واحيانا كان النبي صلى الله عليه وسلم ايضا يردد هذه الابيات معهم وبذلك بعد بذل جهود شاقه لمده طويله اكتمل بناء المسجد النبوي كان بناء المسجد من الاحجار واللبن وشيدت الجدران بين اعمده من الخشب في ذلك الزمن كانت العاده ان تقام اعمده من خشب وهكذا كان هيكل البناء وبينما تبنى الجدران من اللبن والطين وبني سقف من جذوع النخل وجريده وفي الداخل أيضا أقيمت أعمدة من النخيل لحمل السقف وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقف مستندا على أحد هذه الجذوع عند إلقاء الخطبة حتى اقترح وضع المنبر وكانت ارضيه المسجد غير مبلطه وبما ان المسجد كان يقطر من سقفه الماء عند المطر الغزير فتوحل ارضيه المسجد لذا بلطت الارضيه بالحصى لازاله هذه المشكله في أول الأمر كانت القبلة تجاه بيت المقدس وبدل هذا الاتجاه عند تبديل القبلة كان ارتفاع المسجد يوم ذاك عشرة أقدام وطوله مئة وخمسة أقدام وعرضه تسعون قدما ولاحقا تمت توسيعته وهذه المساحة تتسع لألف وستمائة مصل تقريبا في إحدى زوايا المسجد بنيت مصطبة مسقفة سميت بالصفة وكان يجلس عليها الصحابة الفقراء الذين لم يكن لهم بيت وكانوا يسمون أصحاب الصفة وكان شغلهم الشاغل ليل نهار العيش بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم والعبادة وتلاوة القرآن الكريم لم يكن لهم دخل ثابت وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعتني بهم وكلما وصلته أي هدية أو حضر شيئا في البيت خصص لهم نصيبا منه وكان يهيئ لهم الاكل والشرب عاده واحيانا كان يتحمل الجوع ويرسل اليهم ما توفر في بيته وكان الانصار ايضا يضيفونهم قدر المستطاع وياتون بقنوان التمر ويعلقونها في المسجد من اجلهم ومع ذلك كانت حالهم ضيقه واحيانا كانوا يقاسون الجوع واستمر هذا الوضع لسنين ثم توسعت المدينه وتيسرت لهم قليلا فرص عمل من ناحيه ومن ناحيه اخرى حصلت لهم المساعده من بيت المال بني بيت للنبي صلى الله عليه وسلم بجانب المسجد وكان عباره عن حجره صغيره بمساحه عشره او خمسه عشر قدما مربعا وكان له باب الى المسجد ومنه كان ياتي الى المسجد وعندما قام بزيجات اخرى بنيت حجرات اضافيه بجانبها كما بنيت للصحابه ايضا بيوت حول المسجد فهذا هو المسجد النبوي الذي بني في المدينه وفي ذلك الزمن حيث لم يكن ثمة بناية عامة لإنجاز المهام الوطنية، لذا كان المسجد يستخدم كإيوان الحكومة، ونفس المسجد يستخدم كمكتب أيضا، وكان سكرتارية الحكومة كلها، وفيه كان يقام مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه يحدث التشاور، ويبت في القضايا المختلفة، ومنه كانت تصدر الأوامر. وكان يستخدم كدار الضيافة الوطنية وكانت تنجز فيه كل مهمة قومية، وعند الضرورة كان يستخدم لحبس أسر الحرب أيضا، وكان كثير منهم يسلمون إثر مشاهدتهم عبادة المسلمين والتحبه والتؤدهم. باختصار قد كتب عن ذلك المستشرق السير ويليام يور ايضا وكتب كثيرا ضد الاسلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم ايضا الا انه قد كتب عن المسجد النبوي ما مفاده صحيح ان هذا المسجد من حيث مواد البناء كان بسيطا وعاديا جدا لكنه حائز على شان عظيم في تاريخ الاسلام فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه يقضون معظم اوقاتهم في هذا المسجد نفسه ففيه بدات الصلاه الاسلاميه جماعه بشكل رسمي وفيه كان الصحابه يجتمعون يوم الجمعه للاستماع لوحي جديد بادب وخاضعين لهيبته وفيه كان محمد صلى الله عليه وسلم يخطط لفتوحه وكان المسجد نفسه ايوانا يمثل فيه امامه وفود القبائل المفتوحه والتائبه وكان المسجد نفسه يشكل بلاطا تصدر منه اوامر ملكيه يهتز بسماعها المتمردون في المناطق العربيه النائيه وفي الاخير توفي في حجره زوجته عائشه الملتصقه بالمسجد نفسه وهو دفين فيها مع خليفتيه هذا المسجد والحجرات الملاصقه قد تجهزت في غضون سبعه اشهر تقريبا وانتقل النبي صلى الله عليه وسلم الى بيته الجديد بصحبه زوجته السيده سوده وبعض المهاجرين ايضا اشتروا الارض من الانصار وبنوا بيوتهم قرب المسجد والذين لم يجدوا المكان قريبا من المسجد بنوا بعيدا عنه وبعضهم وجدوا بيوتا جاهزه من الانصار باختصار كان سهيل واخوه سعيدين اذ قد وفقا لتقديم ارضهما لبناء هذا المركز العظيم للاسلام الصحابي الذي اريد ذكره الان هو سعد بن خيثمه وكان من قبيله الاوس وكان اسم والدته هند بنت اوس كان حضره بن ضياح النعمان بن ثابت وهو الاخر من البدريين اخوه من الام كان يكنى ابا خيثمه وابا عبد الله ايضا لقد اخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سعد بن خيثمه وابي سلمه بن عبد الاسد كان حضرته من النقباء الاثني عشر الذين عينهم النبي صلى الله عليه وسلم في بيعة العقبة الثانية أما لماذا عين اثنى عشر نقيبا وما هي أسماءهم وأعمالهم فقد كتب عن ذلك حضرة ميرزا بشير أحمد في كتابه سيرة خاتم النبيين فقال في ذي الحجة من العام الثالث عشر من النبوة جاء إلى مكة مئات من الأوس والخزرج وكان من بينهم سبعون رجلا إما قد أسلموا أو كانوا يريدون أن يسلموا وجاءوا إلى مكة قصد زيارة النبي صلى الله عليه وسلم وكان مصعب بن عمير أيضا معهم كانت أمه ما زالت على قيد الحياة وكانت تحبه رغم كونها مشركة وحين علمت بمجيئه أرسلت إليه رسالة ليزورها أولا ثم يخرج إلى أي عمل آخر فرد عليها قائلا اني لم القى النبي صلى الله عليه وسلم الى الان وبعد زيارته ساتي اليك ثم جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وبعد لقائه واطلاعه على امور هامه توجه الى امه فكانت غاضبه جدا فلما راته بكت واشتكت فقال لها مصعب يا امي اقول لك امرا حسنا هو مفيد لك كثيرا وينحسم به النزاع كله فقالت ما هو فقال لها انما هو ان تتركي الوثنيه وتسلمي فامني بالنبي صلى الله عليه وسلم لكنها كانت مشركه عنيده فراحت تصرخ وتصيح فورا وقالت اقسم بالنجوم اني لن اقبل دينك ابدا ثم اشارت الى اقاربها لكي يمسكوا بمصعب ويعتقلوه لكنه هرب باختصار كان النبي صلى الله عليه وسلم قد عرف من مصعب بمجيء الانصار وكان بعضهم قد لقوه على انفراد سلفا ولكن كانت هذه المناسبه تقتضي ان يكون معهم لقاء جماعي ايضا لذا بعد مناسك الحج حدد منتصف ذي القعده للقاء حضرته عند منتصف الليل في العقبه التي لاقوه فيها في السنه الماضيه لكي يتكلم معهم باطمئنان وتركيز على انفراد واكد حضرته على الانصار الا ياتوا مجتمعين بل يجب ان ياتوا فرادى لئلا ينتبه اليهم العدو وليصلوا في الموعد المحدد وينبغي ان لا يوقظوا النائم منهم ولا ينتظروا الغائب منهم فلما جاء اليوم المحدد خرج النبي صلى الله عليه وسلم من بيته وحده بعد مضي ثلث الليل واصطحب في الطريق عمه العباس وكان لم يسلم بعد بل كان مشركا لكنه يحب النبي صلى الله عليه وسلم وكان سيد بني هاشم فوصل برفقته الى العقبه وبعد قليل تتبع وصول الانصار مثنى وفرادى وكانوا سبعين شخصا من الاوس والخزرج وبدا عباس الحديث وقال موجها الخطاب الى الانصار يا معشر الخزرج ان محمدا صلى الله عليه وسلم منا حيث قد علمتم في عز ومنعه وان قبيلته قد حفظته الى اليوم وتصدت لكل خطر من اجله لكنه الان قد قرر الانتقال إليكم تاركا وطنه فإذا كنتم ترغبون في الذهاب به فلا بد لكم من حفظه ومنعه من كل خطر ولا بد لكم من التصدي لكل عدو فإذا كنتم مستعدين لذلك فجيد وإلا قولوا الآن بجلاء لأن القول السديد هو أحسن كان من بينهم من الانصار البراء بن معرور وكان رجلا مسنا وذا تاثير ونفوذ فقال البراء لقد سمعنا قولك يا عباس ولكننا نريد ان يقول لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا بلسانه المبارك ويحملنا ما يريد تحميلنا اياه فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم بعض آيات القرآن الكريم ثم ألقى خطبة مختصرة ذكر فيها تعليم الإسلام وسلط الضوء على حقوق الله وحقوق العباد ثم قال: تمنعونني مما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم. فلما أنهى النبي صلى الله عليه وسلم كلمته، أخذ البراء بن معرور بيد النبي صلى الله عليه وسلم كعادة العرب وقال: والذي بعثك بالحق لا نمنعنك مما نمنع منه ذرارينا فبايعنا يا رسول الله فنحن والله أهل الحرب. ونشأنا تحت ظلال السيوف، فبينما كان البراء يتكلم، إذ اعترض الكلام أبو الهيثم بن التيهان الذي كان جالسا بينهم، وكان قد أسلم في ذلك الوقت، فقال: يا رسول الله، إن بيننا وبين اليهود في المدينة حبالا، وإنا قاطعوها، فهل عسيت إن أظهرك الله أن ترجع إلى قومك وتدعنا؟ فنبقى دون مؤيد ومساعد بل الدم الدم الهدم, الهدم الهدم أنتم مني وأنا منكم أسالم من سالمتم وأحارب من حاربتم قال العباس بن عباد الأنصاري يا معشر الخزرج هل تدرون على ما تبايعون هذا الرجل إنكم تبايعونه على حرب الأحمر والأسود من الناس أي لابد ان تستعدوا لمواجهه من يعادي النبي صلى الله عليه وسلم ولتقديم ايه تضحيه في هذا السبيل قالوا عرفنا ذلك ثم قالوا فما لنا بذلك يا رسول الله ان وفينا قال جنه الله التي هي اكبر انعام من انعامات الله تعالى قالوا قبلنا ابسط يدك فبسط يده فبايع هؤلاء السبعون على هذا العهد وكانهم باعوا انفسهم للنبي صلى الله عليه وسلم هذه البيعه كانت تسمى ببيعه العقبه الثانيه بعد البيعه قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ان موسى اختار من قومه اثني عشر نقيبا كانوا محافظين ومشرفين منه على قومه وانا ايضا اريد ان اختار منكم اثني عشر نقيبا يكونون حواري ومسؤولين امامي عن قومهم فاخرجوا لي من ترونه مناسبا لهذه المهام فاقترحوا عليه اثني عشر اسما فعين النبي صلى الله عليه وسلم نقيبا لكل قبيله ولبعض القبائل عين اثنين ثم افهمهم اعمالهم وواجباتهم واسماء النقباء الاثني عشر كما يلي اسعد بن زراره اسيد بن خضير ابو الهيثم مالك بن التيهان سعد بن عباده البراء بن معرور عبد الله بن رواحه عباده بن الصامت سعد بن الربيع رافع بن مالك عبد الله بن عمرو سعد بن خيثمه الذي نحن بصدد ذكره الان وهو ايضا كان من هؤلاء النقباء والمنذر بن عمرو وبعد الهجره نزل النبي صلى الله عليه وسلم دار كلثوم بن الهدم وفي روايه اتخذ من دار سعد بن خيثمه مقرا له وقيل ايضا انه اقام في دار كلثوم بن الهدم الا انه كان يخرج منها ويجلس في دار سعد بن خيثمه ويعلم فيها الناس دينهم بعد بيعه العقبه الاولى بعث النبي صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير لتربيه المسلمين في المدينه وبعد فتره وجيزه استاذن النبي صلى الله عليه وسلم لاداء صلاه الجمعه فاذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم واعطاهم تعليمات خاصه بصلاه الجمعه واول جمعه صلوها وفق هذه التعليمات كانت في دار سعد بن خيثمه هذا ما ورد في الطبقات الكبرى كانت لسعد بن خيثمه بئر في قباء تسمى غرس وكان النبي صلى الله عليه وسلم يشرب منها وقال صلى الله عليه وسلم عن هذه البئر هي من عيون الجنه وماؤها اطيب المياه وبعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم غسل بماء هذه البئر وعن علي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا انا مت فاغسلوني بسبع قرب من بئري بئر غرس عن ابي جعفر محمد بن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غسل ثلاثا وغسل في قميصه بماء وسدر، أي لم يخلع قميص النبي صلى الله عليه وسلم، وقد شارك في تغسيله علي وعباس والفضل، وفي رواية شارك معهم أسامة بن زيد وشقران وأوس بن خولي رضي الله عنهم. كانت دار سعد بن خيثمه هي اول مقر للمهاجرين الى المدينه جراء ظلم قريش فكل من كان يصل مهاجرا الى المدينه يقيم في دار سعد بن خيثمه وكان حمزه وزيد بن حارثه وابو كبشه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن مسعود وغيرهم ممن اقاموا في دار سعد بن خيثمه عند هجرتهم الى المدينه عن سليمان بن ابان لما ندب النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين للخروج الى غزوه بدر اراد سعد بن خيثمه وابوه الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم فلما ذكر ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم قال انما يكفي أن يخرج واحد منهما فليقترع قال خيثم بن الحارث لابنه سعد آثرني بالخروج وأقم مع نسائك فأبى وقال لو كان غير الجنة آثرتك به فاقترع فخرج زام سعد فخرج وقتل يومها وكان الذي قتل سعدا عمرو بن عبد ود وقيل طعيم بن عدي لقد قتل طعيم بيد حمزه يوم بدر اما عمرو بن عبد ود فقد قتله علي يوم الخندق

فإذا رجل من المشركين على كثيب رمل وسعد بن خيثمة، وهما يقتتلان حتى قتل المشرك سعدًا، والمشرك مقنع في الحديد، وكان فارسًا، فاقتحم عن فرسه، فعرفني ولم أعرفه، فناداني إلى البراز، فعطفت علي، فانحط إلي مقبلًا، فانحططت راجعًا لكي ينزل إلي. كرهت أن يعلوني فقال يا ابن أبي طالب فررت فقلت قريب مفار ابن شتراء وهذه الجملة صارت مضرب المثل بسبب قاطع طريق في العرب كان يأتي لنهب أموال الناس فإن واجهه أحد فر غير أن فراره كان مؤقتا لأنه كان يغتنم الفرصة ويأتي فيشن غارته مرة أخرى فصار مضرب المثل لمن يتقهقر ثم يغير لما تسنح له الفرصة. يقول علي: فلما استقرت قدماي وثبت، أقبل فلما دنا مني ضربني فاتقيت بالدرقة، فطربت على عاتقه وهو دارئ، فارتعش ولقد قط سيفي درعه. فظننت أن سيفي سيقتله فإذا بريق سيف من ورائي فطأطأت رأسي وقع السيف فأطن قحف رأسه بالبيضة فالتفت فإذا هو حمزة عمي وهو يقول خذها وأنا ابن عبد المطلب يتضح من هذه الرواية أن طعيم بن عدي قتل سعدًا ثم قُتل هو أيضًا هنالك، وورد في إحدى الروايات أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في بدر فرسان على إحداهما مصعب بن عمير وعلى الأخرى كان سعد بن خيثمة. وكان زبير بن العوام ومقداد بن الأسود أيضا يتعاقبان عليها لقد تعددت الروايات التاريخية حول عدد الأفراس لدى المسلمين في بدر ويرى ميرزا بشير أحمد رضي الله عنه أنه كان معهم فرسان وسبعون جملا وورد في بعض الروايات ثلاثة أفراس وفي بعضها خمسة دوسرے پر حسات بن خیسمہ سوار تھے حس زبیر بن عوام اور حس مقداد بن اسود بھی باری باری ان پر سوار ہوئے جنگ بدر میں مسلمانوں کے پاس کتنے گھوڑے تھے اس کے متعلق مختلف روایات ملتی ہیں تاریخوں میں اس پہ ضبشر صاحب خیال ہے کہ قصبہ بدر میں مسلمانوں کے پاس ستر اونٹ اور دو گھوڑے تھے لیکن یہ بھی لکھا ہے کہ بعض على أي حال لم يكن هناك وجه للمقارنة بين عدة الحرب والأفراس والجمال التي كانت مع المسلمين وبين ما كان الكفار يملكونه من عدة وعتاد وأفراس وغيرها إلا أنهم عندما جاءوا لمهاجمة المسلمين وفرضوا الحرب عليهم وكانوا قد جاءوا للقضاء على الإسلام فلم ينظر المؤمنون الى ضاله العتاد الحربي ولا الى عدد الفروس بل كانوا يتمتعون بروح التضحيه العظيمه في سبيل الله كما يتضح ذلك من ردودهم بحيث لا نجد لديهم اي رغبه في شيء دنيوي وما كان لديهم الا شوق التضحيه في سبيل الله ولاجل ذلك قال الابن لابيه انني لا استطيع ان اثرك على نفسي في هذا المقام فكانوا يتحلون بلوعه وشوق عجيب قبله الله تعالى وبلغهم الفتح والغلبه ندوا الله تعالى ان يرفع درجات الصحابه كل حين وان امين الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم ودعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر